كيف نودع البدر؟ كيف نودعه وهو اللي كتب أعذب الكلمات وأبدع المعاني؟ هل يمكن لأي كلمات بالعالم تختصر مسيرة مطرزة بالذهب من القصائد والأشعار لمهندس الكلمة ورائد الشعر الغنائي؟ وحنا بدينا بفوق هام السحب لأنها تعتبر العمل الوطني الأبرز، والبدر تغزل بوطنه مثل ما يتغزل الولهان بمحبوبته، فهو لو يبي بياخذ الرياض من يدها ويمشون، وهو اللي كل ما يسافر لجدة اللي فيها القلب ساكن ترجع سنين القصيدة.